السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنشرح النهاردة مع بعض ازاي نحول ملف من PDF الى اكسل. اوقات كتير بيبقى عندنا ملف PDF محتاجين ان احنا نحول الداتا اللي جوه الملف الى اكسل عشان نقدر نشتغل عليها. فهنشرح مع بعض النهاردة طريقة بسيطة جدا. اوقات كتير ناس بترجع الى الانترنت ان في مواقع بتحول من PDF الى اكسل، بس طبعا بتطلع الداتا بتطلع معانا مش مظبوطة. زي ما انتم شايفين ده ملف حولناه عن طريق الانترنت، بتطلع الداتا متقسمة، اولا في شيتات كتير، ثانيا بتلاقي الكلام مش مظبوط، يعني بيطلع الكلام مش مظبوط زي الملف، يعني بتلاقي الكلام معكوس زي ما انتم شايفين هنا، الحروف طالعة بالعكس. اوقات كتير بتلاقي علامات استفهام، بتلاقي مشاكل كتير في الملف اللي انت عايز تحوله. هنشرح مع بعض النهاردة طريقة بسيطة جدا ازاي ان انت هتحول ملف PDF الى اكسل من غير انترنت ومن غير اي حاجة بطريقة بسيطة. اولا لازم يكون عندك الاوفيس اكتر من 2013. ثانيا هنروح للملف اللي احنا عايزين نحوله، وهنفتح ملف وورد، صفحة فاضية من ملف وورد، وهنسحب الملف بتاعنا على الملف الوورد، وهنسيب، مش هنسيب الملف هنا، لا هنسيب الملف فوق هنا زي ما انتوا شايفين هنا على الدوكمنت، على العنوان من فوق هنا، ونسيب الملف لحظات وهيتحول معانا الداتا اللي في الملف PDF هتتحول للوورد. لحظات زي ما انتوا شايفين معانا كده، ادي الداتا اتحولت معانا في ملف الوورد. هنروح على كنترول A وننسخ الداتا بتاعتنا، كنترول C، وهنفتح ملف اكسل فاضي خالص، وهنلزق الداتا هنا كنترول V. هتيجي معانا الداتا في شيت الاكسل ان شاء الله بدون مشاكل زي ما بيحصل على المواقع. زي ما انتم شايفين هنا الكتابة مظبوطة، الاسماء مظبوطة، طبعا بيبقى فيه بقى بعض التنسيقات، انت بتظبط التنسيقات براحتك زي ما انت عاوز. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الطريقة سهلة، وزي ما قلنا لحضراتكم لازم يكون الاوفيس اكتر من 2013. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.